الآن بعد الوصول يا شيخ إلى ما إلى يعني خرجت من أجله. نعم. فوصلت إلى الشيخ. نعم. فالتقيت بالشيخ فاستقبلني ورحب بي، لأن الشيخ الذي كنت عنده في بوركينا نعم هو مدير المدرسة، هو كايو، هو كلمه ما شاء الله كلمه، فهذا جعل ذلك الشيخ في مالي يوليني كبيرا من العناية ما شاء الله. رأيت، فكان فوجدته مع طلبته ومع أولاده، فهو كان كثير الطلاب يأتون من الدول المجاورة لمالي ومن نفس القرى في مالي يأتون إليه ويسكنون في هذه القرية معه ويقرؤون لطلب العلم. لطلب العلم، فمن انتهى منهم من كتاب وكتابين وكذا ينصرفوا. وجدتم هاكم في بيته شيخنا وفي مدرسة؟ لا لا، هو في بيته وكانت له مدرسة. وجدت له مدرسة، هذه المدرسة كان أولاده يشتغلون فيها، وإلا هو وهو كان يقرأ الكتب، كتب الفقه كذا في بيتي في المجالس هكذا. كل طالب على حدة أو كل طالب على حدة، أو على قد يجتمع طالبان، قد يجتمع طالبان أو أكثر على كتاب واحد. نعم. ويقرؤونه من الكتاب من أوله إلى من أوله إلى آخره. ما شاء الله. وهكذا. نريد لفتة في هنا يا شيخنا. نعم. في مسألة تدريس الكتب. يعني الآن بعض الناس يولي الطلبة عناية كبيرة في ترتيبهم، يعني يقول له يا ولدي هذا الكتاب ما يصلح لك. نعم. هذا الكتاب يصلح لك. فهل هذا الأستاذ ما كان يمشي على نفس هذا المنهج؟ لا، كان يمشي على نفس المنهج. أيوة. مثلا أنا الآن لما وصلت. أيوة. نعم. فأول شيء قرأت عليه في العقيدة. لا إله. وأي عقيدة؟ العقيدة الأشاعرية. أيوة. هذا أول شيء. لأنهم أشاعرة. أي نعم، أشاعرة أفريقيا. نعم. أشاعرة. فقرأت عليه كتابا في العقيدة الأشعرية، وهو كتاب دليل القائد. أيوة. لكشف أسرار صفات الواحد. لأحد علماء الشنقيط المتقدمين القدماء. نعم. محمد سليم الأوجلي كذا. نعم. الكتاب نعم. موجود حتى على الأقل. ونسخت هذا الكتاب بيدي. ما شاء الله. شفت بيدي. كان ما في لا طباعة ولا لا شيء. لا طباعة. أنسخ. رأيت. نعم. أعطاني هذا الكتاب فنسخته ودرسني. نعم. رأيت. نعم. عرفت العقيدة الأشعرية. نعم. هذا أول شيء. أول شيء. نعم. بداية العقيدة. لكن يا هل العقيدة. الحمد لله. بعد رأيت. الحمد لله إنسان تعلم. الحمد لله. ثم. نعم. بعد ذلك. اختار لي كتاب، شوف. ايوه هذا الكتاب في اصول مذهب مالك الاجماليه. يا سلام. منظومه ابن ابي قفه في ادله مذهب مالك الاجماليه، وهذه الادله الاجماليه 16 عددها 16. نعم. كما يقول المؤلف في اوله ادله المذهب مذهب الاغر مالك الامام 16 نص الكتاب ثم نص السنة، سنة من له أتم المنة، وظاهر الكتاب والظاهر من سنة من بالفضل كله قمن، وهكذا إلى نهاية الأبيات في ذكر هذه الأدلة الإجمالية. ما شاء الله. أدلة إجمالية جيدة. تأصيل. نعم. تأصيل علمي. أيوة. نعم. هذا قرأته عليه. ما شاء الله. هذا الكتاب. ومع شرحه، وشرح هذا الكتاب الناظم شخص عالم، والناظم أي والشارح عالم آخر يسمى محمد يحيى الولاتي الشنقيطي. ما شاء الله. طيب. نعم. هذا قرأته هذا عليه. نعم. طيب.